السلام الله عليكم أصدقائي صديقاتي المتعلمات مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم إن شاء الله سننجز الامتحان الأول للدورة الثانية إبخوف أ إبخوف نمغو أ سيسيون دو أه بالنسبة للمستوى المستوى الرابع من التعليم الإبتدائي كاتخي ماني دون بريمير مو بخيمير إبخوف دو فرونسي غادي نديرو المكونات جوج المكونات كونجيكيزون نصرفو تحويل كونجيكيزون إي

و حنا إل كنزيدو معاها <hesitation> اه, كنزيدو معاها تي كونتيغمينيزون كنزيدو تي مع لو فيرب كنحيدو ليه لي تيرمينيزون كنزيدو معاه تي ألوغ هنايا عندنا في أفيك إس فيت هاد فيت كتستعمل كتستعملوها في فو عندنا هنايا في أفيك تي ألوغ هنا غنكتبو في أفيك تي أن ستاج دو بلونجي لا تخوازيام فراز

on passe à la deuxième question. Complète le tableau de conjugaison. Il y a un tableau. Il y a un verbe dire. Il y a verbe dire. Il y présent de l'indicatif. Il y a un verbe écrire. Il y a un verbe écrire. Il y a un verbe dire. Il y verbe dire. Il y a un 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 verbe

il dit avec IT. Je, je dis avec IS. Nous, nous disons avec s Tu, tu dis avec IS. Tu as le verbe écrire, le présent de l'indicatif. Alors, vous écrivez, vous écrivez. Écrivez. Au kanzido, e z. Vous écrivez au kanzido, e z. il ils écrivent. Ils écrivent. Kanzido, e n t. Ils écrivent. vingt l l sans s. il écrit. Il écrit,

Elles écrivent. Et dans la je vais une question la conjugaison de les deux verbes, le verbe dire et le verbe écrire. Alors, la, la, la question numéro 3. Conjugue les verbes pronominaux entre parenthèses au présent de l'indicatif. Et on va fin, les verbes pronominaux les verbes sont les se, les se promener, les se doucher, se déplacer, se nourrir. Je les phrases, les quatre phrases, les le sujet. ومن بعد غنصرفوا الفعل بالنسبه لهذا دو النوع ديال الافعال كنصرفوا هاد السوب بوحدها مع جو كنقولوا so no, no, جو مو سو كتولي مو مع تو تي تو ال سو نو نو فو فو ال سو اذا غنبداو بلا جو اذا تكون معاها so, بالنسبه

le verbe doucher de er, de es. il doer ou le verbe doucher. Tu te douches. Tu te douches. Il naïa, a de es. Tout de suite. Alors la doute, la troisième phrase. Elle. Il nisbelle, Elle. Ma se. on est Elle se. Le verbe d'implacer rend-il doer e, ou

أنت. اذا بالنسبه لهذا التمرين هذا كنصرفوا الافعال بشكل عادي بالنسبه لي فيرب دو برومي غوب لي فيهم او في الاخر كنزيدوا لهم يا اما او يا اما او اس يا اما او او ان اس او زد او ان تي مع لي بيرسون مرتبين جو تو نوفو ال بالنسبه لي اللي لي كي كيساليو ب اي لهم يا اما اي اس يا اما اي اس وبيان اي تي إي دو زيس أو إن إس إي دو زيس أو زيد إي دو زيس أو إن تي، بالنسبة لهاد السو هادي سو كتولي بالنسبة لسو كتولي يا إما م مع جو جو مو يا إما تو مع تو 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 ولا نو كتولي نو مع نو كنقولو نو نو. وبالنسبه لفو ايضا كتولي فو 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 اذا عندنا اربعه د الاختيارات جو مو تي تو نو نو فو فو بالنسبه لال هاد ال هادي ولا هادي كتبقى هي هي كتبقى سو اذا هذا فيما يخص الاجابه عن السؤال الثالث والاخير لا كونجيغيزون غنمشيو دابا لورتوغراف اي ديكتي لا بروميير كيسيون روكوبي لي مو بوي اونتور لا او لي ليتر كي فون لو سون اس اذا هنا قال لك نقول الكلمات لي كنسمعوا فيهم لو سون اس و ندوروا على هذيك هذاك الحرف اللي كيدير لنا هذاك هذاك الصوت الصوت اس اذا بالنسبه للكلمات غنسطر عليهم اون استوار اون كورس سابل كاسرول سال تيسو تاس ساك كلهم فيهم لو سون اس اذا عندنا هنايا هاد اس هذه هي اللي كدير لنا الصوت استوار كورس

في كل يعني لائحه في كل ليسته غادي نشطبو على الكلمه الداخله يعني الكلمه اللي ما فيها اللي ما كتشبهش ليهم هنا عندنا اون شوميز اون استوار هذا الاسئله الى رديتو البال هنا قلنا اون شوميز ز اون استوار استوار ان ساك ساك une présent une présent s entre دو voyelles et se prononce z une présent. الوغ هنايا الكلمه الداخله عندنا جوج بعدا فيهم اس استوار ساك عندنا جوج فيهم زد شوميز بريزون اذا هنايا غادي نضربو على اللي فيهم زد اذا هنايا غادي نضربو على اون شوميز اون بريزون هنا عندنا لو غيزا لو العنب لو غيزا لو سولي تريست اون كورس اذا هنايا عندنا لو فيه زد سولاي اس تريست اس كورس اس اذا عندنا ثلاثه الكلمات داخله وكنسمعوا فيهم لو سون زد لو سون زد pourquoi حيت عندنا اس اونت دو فويل عندنا هاد لا اس بين جوج ديال الحرك ديال الحروف متحركه لي اللي عندنا في اللغه الفرنسيه هما ا ا e, اي عندنا او وعندنا ايغريك لان هما هادو سته لي عندنا ا e, ا اي او اي الا كانت هاد اس بين شي جوج من هادو راه كتنطق زد ماشي اس اذا هذا فيما يخص الاجابه عن السؤال الثاني نمر الان الى السؤال الثالث لا ثوازيام كيسيون كلاس لي مو دون لو طابلو اذا عندنا هنا دي مو غادي نصنفوهم في هاد الجدول جو فوالا لي تري اس هنا كلهم كنشوفو فيهم لا لي تري اس فيهم اس 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 اس, أس. هنايا كاين شي وحدين اللي كنسمعوا اس جونطون اس كاين شي وحدين اللي كنسمعوا زد جونطون زد امتى كنسمعوا زد ملي كتكون اس اونط دو فوايل الوغ عندنا دي نوازيت دي نوازيت راه عندنا اس كنشوفوها ولكن كنسمعوا زد اذا غنكتبوها في الخانه دي نوازيت دي نوازيت Le soleil, quand je fais S ou quand S, rang 3, la première case. Le soleil. Le soleil. Invisible. Invisible. Quand je fais Z, non? Invisible. Invisible. Et un, une moustache, une moustache, un, une moustache. je vois la lettre C et j'entends la lettre C. Il donne rapidement la première case, une moustache, une moustache. une cuisine, une cuisine. la deuxième un, case, il Z. Il donne une cuisine. On dit une, une cuisine. Alors un pansement, un pansement, un pansement. Un pansement, un pansement. Un pansement. Un pansement. Un pansement. Et, un pansement. Et désiré, Desiré, Z, drank, désiré. Qu'est-ce que c'est le la deuxième case, désiré. إين شوز إذا كنسمعو حتى هي كنسمعو فيها كنس الزيد غنكتبوها هنا إين شوز إذا هذا كل ما يتعلق بالسؤال الثالث ألوغ بالنسبة لا كاز لقينا فيها لو صولي إين موستاش أن, إن بونسمون بالنسبة لدوزيام دوزيام كاز لقينا فيها دي نوازيت أنفيزيبل إين كويزين ديزيغي إين شوز إذا هنا عندنا واحد جوج تلاتة أربعة خمسة خمسة الكلمات هنا عندنا واحد جوج ثلاثة 3 هي تمنية إذا هنا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية إذا تمنية الكلمات خمسة هنا لا زيد فاش كنسمعو لو أو فاش كنسمعو لو إس نمشيو دابا لا# نيميغو سوليني كاليفيكاتيف كي إذا هنا عندنا جمله بحال تقول اسميه ان نومينال عطاونا جوج الاختيارات ديال لي اذن هنايا على حساب باش ناكورديو لادجيكتيف مع لو سوجي اذن عندنا لا بلونت غران بون او بيان غران اذن بالنسبه لا بلونت سي تان نو فيمينو اسم مؤنث عندنا هاد لا هادي لا الوغ لادجكتيف خاص يكون عندنا او في الاخر او يعني هاد او هادي اذن غنختارو Grimpante avec E à la fin. Un vêtement, un vêtement sec ou bien sèche. Un vêtement masculin, un vêtement sec. Alors, un vêtement sec. La troisième phrase, des cheveux avec X, Il jamais. avec S, pluriel. Avec avons Il اس خص يكون لو باردون خص يكون لادجيكتيف كاليفيكاتيف يكون بحالو بحال وبحال يعني هذا الاسم هذا باش اللي نعتناه به اذا عندنا بحال قلتي النعت والمنعوت اذا هذا هو المنعوت وهذا هو النعت خص يكون عندنا واحد التوافق بيناتهم الا كان هذا جمع خص هذا الاخر يكون جمع الا كان فيمينا يعني في او في الاخر وفيه لا اون خص هذا يكون فيمينا ويكون فيه او في الاخر سي ديسير اذا سي ديسير سكري او بيان sucré sucré avec s الجمع sucré sans s مفرد عندنا هنايا سي دايوغ سي راه جا الجمع وعندنا اس هنا الو غنستعملو sucré avec s à la fin اذا هذا فيما يخص الاجابه عن السؤال الرابع كيسيون نيميرو 5 اكري سو كو تو ديكت طون انسيون اكتب ما يمليه عليك استاذك اذا بالنسبه لهذا السؤال غيختلف من استاذ لاخر على يعني حساب يعني كل استاذ اشنو هما الجمل اللي غيملي عليك ولا شنو هي الجمله اللي غيملي عليك اللي خصني نعرف بلي ان هاد الجمل غيكونوا فيها هاد الدروس اللي كاينين هنا هادو يعني خص يكون عندنا لاكور ديال لادجيكتيف مع لو أه سوجي خصو يعرف ياكوردي لو سوجي مع او بيان مع لو سوجي ويعرف يكتب ملي يسمع الزد راه تقدر تكون الزد نيت وتقدر تكون غير اس محصوره بين جوج ديال لي فويال بحال يعني بحال الوغ من يسمع الزاد يعرفها بلي راه اس اونتر دو يكتبها كتابه صحيحه اذا بالنسبه للتاكسي غيكون عندنا فيها كلمات عندها علاقه بالدروس اللي شفنا في اذا الى هنا اصدقائي نصل الى نهايه هذه الحصه نلتقي ان شاء الله في الحصه المقبله لانجاز يعني نموذج لفرض في المواد الاخرى وفي المكونات الاخرى في ماده اللغه الفرنسيه للمستوى الرابع ابتدائي دمتم دم في رعايه الله وحفظه الى اللقاء